سوسة سوسة كتسي 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 تخلص يا عم الفرارجي وانا داخل نيويورك دوم سوسي ستوب انا غفلنا هو وينا ايه كمية الاختام دي عمبا عمبا ده هناك يا تافه على فكرة انا مش معاه حمبا حمبا هلو هلو اي ام حسام اند ذيس از هاني بوبو وات بوبو الراجل ده عايز ايه بالظبط ممكن يكون مزنوق عايز اخش حمام ولا حاجه يو مين دبليو سي اح سمثينج لايك ذيس نو 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 نيم بوبو اسمه بوبو يا كوم 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 ويلكم بوكم برا كم 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 اوكي اوكي انت ماشي بسرعه ليه بالراحه يا بابا بالراحه يا زب بالراحه يا ولد يا عم ده سكران انت مش هتبقى في ريحه بقى هي ريحه بقى بس ريحته كلها معفنه اذا كان اسمه بابا يا عم ده فوق مش قادر في سواقه كده حمام فين في سواقه كده والله يخرب بيتك هتموتنا ايه دي بلين بلين ما كومبو 500 كيلومتر اوكي اوكي وير از ذا بايلوت بيكوز وي ار ان هاري هاري كوم 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 انت هتعمل ايه يا جدع انت ثاني انت شايف اللي انا شايفه؟ أول مرة شفت بلاصية طيارة معقول ناحيتنا هتبقى على إيد حشرة زي دي؟ اقرا دعاء الصبر امسك انت كويس بقول لك يا بابا أنا مش معاك كيس ترجع فيه كتب لنا عمر جديد الحمد لله اهلا بكم اسمي ماجدة ده كده ماي شركه لكن معكم ايه ده انت لقطانه اهو بتتكلمي عربي زينا انت كل الناس هنا كده لا افهمك اتكلم عربيه فصحى تفضل انا بتكلم عربيه فصحى مش الحاجات اللي احنا عايشينها التافهه دي اخر حاجه وفشيخ واول حاجه اتفضلي سافر نازل للفندق بسياره يا نهار اسود هو مفيش غير بوبو في البلد دي اللي معاه رخصه اطلع يا عم يا نهار اسود
هو ده الفندق؟ هذا الفندق الوحيد في القرية. لقد وقعنا في الفخ، احنا هنشوف أيام سودة. تفضل. تفضلي. تفضلا. مين دي؟ دي تقريبا محسن الحلو بتاعت بجمبورة. الناس دي عبيطة ولا إيه؟ ربنا طلعنا من الفندق ده على خير. خد. ايه كمية البذر اللي جت في وشي دي؟ ما تخافش يا معلم، ما احنا متطعمين. ما تخليه ينجز. مثلا؟ اكملي انت الاجراءات واعطينا نحن مفتاح الغرفة. لا تنكر بقى نجز كده. انا اخف شيشة شوية يا عم ضاحي. يخرب بيتك.